نعذبك بيتخلصوا مني، مين عذبك بيتخلصوا مني، مين عذبك بيتخلصوا مني. ايه اللي مين عذبك؟ مين عذبك؟ انت جاي تغني ولا جاي تحقق مع متهم؟ مين عذبك بيتخلصوا مني؟ الله الله، هو انت جاي تغني في فرح ولا جاي تغني في نقطة بوليس؟ عايز تعرف مين اللي عذبه؟ حماته. غير الأغنية يا إسماعيل، غير الأغنية. حافظين حاجة غير مين عذبك؟ ليلة الوداع. ليلة الوداع مفيش حاجة غير ليلة الوداع. مش حافظين غير ليلة الوداع. ماشي، ليلة الوداع. ليلة الوداع طال السهر وقال لي قال ايه الخبر، قلت الحبايب اجروني. ليلة الوداع. ليلة الوداع، انت هتهول عليا في ليلة زي دي؟ شوفوا لي حد غيره. يظهر الجمهور في مصر ما بيرحمش يا زغلول. انت برضو غلطت يا اسماعيل انك طلعت تغني من غير بروفة. طب وانا اعمل ايه؟ ما هو الزفت المتعهد ده يا سيدي هو اللي ضحك عليا وكرويتني وخدني في دوكا، فهمني ان انا هعمل بروفة مع الفرقة، لا عملت بروفة ولا عملت عيش. عموما ده درس ليك عشان ما تستعجلش. وانا كنت اعمل ايه بس يا زغلول؟ ما انت لو كنت مكاني كنت عملت زي بالظبط. اول يوم انزل مصر وجات لي فرصة، مش اي فرصة، اغني في فرح. بس اعمل ايه؟ الجمهور في مصر ما بيرحمش، ما بيرحمش يا زغلول. مين؟ ست نادية كوارث. مين؟ اسماعيل ياسو. يا دي ياسو، بس ياسو ياسو، ما هي كده كده بايظة ازاي؟ ابويا الحاج عبد الوارث قال لي انك وصلت النهارده، الحمد لله على السلامة، أخبارك إيه؟ أخباري عالي عالي الحمد لله. إيه؟ هو برضو الأستاذ مش كان معاك في السويس؟ بالظبط، احنا كنا تقابلنا عند اللوستا روما. وحضرتك برضو ليك في المغنى والطرب؟ لا، هو ملوش في المغنى والطرب، ده هو مسافر بكرة لأن خلاص الدراسة هتبتدي، أصل هو مدرس حساب، جغرافيا يعني. طب وماله يا أخوي؟ أهو يقعد معاك يشوف لك الحساب والمكاسب اللي هترف عليك. إيه ده؟ في مكاسب وحسابها يرفوا عليا يعني؟ ده انت موهوب يا اسماعيل. والله موهوب، عارفه انا لسه جاي النهارده مصر اهو، ولسه جاي واصل حالا دلوقتي من الفرح. ليه يا اخويا؟ كنت معزوم؟ لا، كنت بغني. بسرعه كده يا اخويا؟ امال ايه بسرعه كده؟ طبعا مش موهوب، ده غنيت في فرح كبير قوي في السبتين. والناس عملوا معاك ايه يا اخويا؟ الناس عملوا عمايل قلناها زغلول. الناس، ده الناس كانوا شايلينه من على الارض شيل. لا، هايل هايل يا اسماعيل.